في ليلة من ليالي شهر نوفمبر سنة 1951، وأثناء حفل زفاف عائلي بسيط بمحافظة القاهرة، بتحضر فتاة سعودية مرسومة على ملامحها شيء من الجمال والأنوثة الطاغية. وعلى الرغم من صغر سنها وعمرها اللي ما كانش تعدى 16 سنة، إلا إنها نجحت في لفت كل أنظار اللي حواليها. ولكن وسط كل الأنظار دي، واحد بس اللي ركزت معاه واللي قدر يخطف قلبها. ويدوب عدى كام شهر وكانوا الاتنين تحت سقف واحد في بيت واحد. جمع تحت سقفه أبشع قصة خيانة خانوا فيها أهل وبلد وأرض وعرض، الزوج الجاسوس إبراهيم سعيد شاهين والزوجة الجاسوسة انشراح علي مرسي. من اول يوم زواج بينهم اتفقوا على انهم يربوا ولادهم تربية كويسة، ولان الاتنين حاصلين على الشهادة الاعدادية فقط، فاتفقوا ان ولادهم لازم يكملوا تعليمهم ولازم يحصلوا على شهادات علمية كبيرة. كان ابراهيم شاهين وقتها بيشتغل كاتب حسابات في مديرية العمل بمحافظة العريش، وكان الراتب اللي بياخده يدوب ماشي الحال. وعدت عليهم ايام وشهور عايشين حياة هادية عادية زي كل المصريين، يعني يوم فيه يوم مفيش وهالدنيا بتمشي. وسنة 55 ربنا رزقهم بالمولود الأول واسمه نبيل، وسنة 56 رزقهم بالمولود الثاني واسمه محمد، سنة 58 رزقهم بالمولود الثالث واسمه عادل. وعدت السنين لحد ما في يوم من الأيام جاء إبراهيم وانشراح قالوا لبعض، احنا اتفقنا اننا نربي أولادنا أحسن تربية ونعلمهم أحسن تعليم، ولكن الظروف هنا في العريش مش ولا بد، احنا بقى نبعت الولاد عند عمامهم في القاهرة يتربوا ويعيشوا هناك، واكيد الظروف في القاهرة هتبقى احسن من العريش. وبالفعل سنة 63 بعتوا ولادهم الثلاثة على عمامهم في القاهرة علشان يدخلوهم المدارس هناك، ومشيت الامور على كده لحد سنة 66. والواضح كده ان ابراهيم شاهين كان جواه بذرة فساد، لان سنة 66 اتقبض عليه متلبس فقضية رشوة، وبناء عليه اتحبس فيها 3 شهور. وبعد ما قضى مدته وخرج من السجن، لقى الدنيا سواد في وشه، لقى نفسه اترفض في شغله وقعد يدور على شغل تاني لكن دون جدوى. وزادت الامور من سيء لأسوأ، وحلول شهر يونيو تصحى مصر كلها على فاجعة وكارثة نكسة 67. واللي تقدر تقول كده ان العريش من بعدها اتقفلت على اهلها، وبقوا كل اللي عايشين فيها بالظبط كأنهم عايشين في زنزانة او في سجن كبير، وبقوا خنازير الصهاينة مخنقين عليهم، واي واحد فيهم حابب يخرج من العريش يروح لاي محافظة تانية لازم ياخد الاذن منهم الاول، ولازم ياخد تصريح من الحاكم العسكري الاسرائيلي. وهنا الاسرة اتقسمت نصين، بس المرة دي بالاجبار مش بمزاجهم. الاب والام قاعدين في العريش والاولاد في القاهرة، وطبعا الاب والام عايزين يشوفوا ولادهم، فكان ابراهيم شاهين يروح كل يوم لمكتب الحاكم العسكري الاسرائيلي علشان ياخد الاذن والتصريح بنزول القاهرة هو وزوجته. كل يوم يروح لهم ويرجع ايد ورا وايد قدام، ويفضوا يدوله التصريح تماما، لحد ما في يوم من الايام كان رايح لمكتب الحاكم العسكري الاسرائيلي ياخد التصريح، بس لقاهم برضو بمطلوب ومحدش اداله الورق. قام جاي شايط في الضابط الاسرائيلي، قعد بقى يصرخ ويقول له انا مش لاقي شغل، انا مش لاقي اكل ولا اكل ولادي. طبعا الفيلم اللي عمله بقى والزعيق والنرفزه دي كلها، ولا كانت بتاكل معاهم، لكن الموضوع كان بيترجم في دماغ الضابط الاسرائيلي بحاجه تانية تماما. واحد واقف قدامهم لا لاقي ياكل ولا لاقي يشرب ولا لاقي شغل، وهيموت ويشوف عياله. اللي زي ده بالنسبه لهم صيده سهله، او بمعنى اصح الفريسه المطلوبه. الضابط الاسرائيلي اللي سمع وشاف الفيلم ده كله كان اسمه ابو نعيم. ابو نعيم ظاهريا كان ضابط مختص بالتصريحات، ولكن في الباطن كان فراز للمساعد الاسرائيلي، بيفرز مين من اهل العريش اللي ينفع يتجند لصالح اسرائيل ضد مصر. الموقف ده لما حصل قدامه بص لابراهيم كده وهداه وبضحك خبيثة قال له ايه يا عم اللي مزعلك، التصريح هندهولك، الاكل والشرب يا سلام دي حاجة بسيطة خالص. وقام جاي بقى صارف له شوال دقيق وزيت وسكر وشاي ودلعه اخر دلع. خد بقى ابراهيم الحاجة دي وطلع على مراته يفرحها، هي شافت الحاجة من هنا وطارت من الفرحة، قالت له كل ده كويس لكن التصريح فين؟ قال لها اطمني كلها كام يوم والتصريح هيطلع. فضلوا بقى مستنيين يوم في التاني في اسبوع في التاني، التصريح فين يا ابراهيم؟ ما طلعش. وكان اليهود بيتعمدوا يمطلوهم في موضوع التصريح ده علشان يسووهم على نار هاديه، لحد ما في يوم من الايام استدعوا ابراهيم شاهين لمكتب الحاكم العسكري الاسرائيلي. واول ما وصل لمكتب الحاكم العسكري الاسرائيلي لقى في استقباله ابو نعيم، واول ما شافه قال له ابسط يا عم، التصريح بتاعك خلاص الحاكم العسكري وافق عليه، ومش ليك لوحدك، ده ليك انت ومراتك علشان تنزل بقى القاهره وتشوف ولادك، بس احنا لينا عندك كده طلب صغير، كل اللي عايزينه منك حاجه بسيطه خالص، لما تنزل القاهرة عايزينك تشوف لنا بس أسعار الفاكهة والخضار وسرعة التموين، وتيجي تقول لنا كده الناس تعبانة مرتاحة كده يعني، وتطمن احنا برضو ناس كريمة وبنعرف نرد رجالتنا.
رد عليه ابراهيم شاهين وقال له بس كده، دي حاجه بسيطه خالص. والحقيقه ان ابو نعيم لما طلب منه اسعار الخضار والفاكهه ما كانش ده المقصود تماما. المقصود عزيز المستمع كان المبدا نفسه، هل ابراهيم شاهين هينفذ الطلب ولا لا، هل عنده اصلا قابليه مع التعاون مع اسرائيل ضد مصر ولا لا. وللاسف ابراهيم ما خيبش ظنهم، لانه لما نزل القاهره علشان يشوف ولاده عمل تقرير كامل ووافي بكل الاسعار اللي عايزينها. ولما رجع العريش وراح علشان يسلمهم التقرير والمعلومات، تفاجئ ان في استقباله ضابط اسرائيلي تاني خالص. الضابط ده اسمه ابو يعقوب. ابو يعقوب كان ضابط في الموساد الاسرائيلي، وكان اطلق عليه انه ضابط اتصال او ضابط متابع لحاله الجاسوس. وده معناه ان ابراهيم خلاص نجح في الاختبار، وتم تعيين ضابط من الموساد ليه علشان يتابع حالته. ابو يعقوب لما قابله رحب بيه بشده وقال له بص الكلام هنا مش هينفع، انت هتيجي معايا على بئر سبع علشان يتفق على كل حاجه. استضافوه هناك في بئر سبع احسن استضافه، وقدموا له كل الاغراءات اللي ممكن تتخيلها. ومن بعد ما كانش لاقي ثمن علبه السجاير في جيبه، اول مرتب كان يستلمه منهم كان 1000 دولار. ودربوه تدريبات بشكل مكثفه جدا، اتعلم ازاي يكتب الحبر السري، ازاي يجمع المعلومات من كل اللي حواليه، ازاي يميز ما بين الطيارات والاسلحه المختلفه، ازاي يبص الاشاعات ما بين الناس، ونجح في كل الاختبارات اللي عملوها له نجاح باهر. خلص التدريبات من هنا واستلم الظرف التاني ب1000 دولار تاني، وقالوا له انت بقى هتروح بيتك دلوقتي وبعد كده هتستنى مننا التعليمات. خرج ابراهيم شاهين من عندهم وروح على بيته، وطول الطريق بيفكر ازاي هيقولها لمراته، هيجيبها لها ازاي انه تعاون مع الاسرائيليين. كان عنده ذره شك جواه ان مراته ممكن تحترط على تصرفاته وتعاونه مع اليهود. ولكن عزيزي المستمع، اللي حصل والحقيقه على ارض الواقع كان مخالف تماما كل توقعاته، لانه اول ما وصل البيت كان محمل بقى بالهدايا والملابس واكل وشرب وكل الخيرات. واول ما وصل وشافت كل ده طارت من الفرحه، واول سؤال سالته له كل ده منين يا ابراهيم، رد عليها وقال لها بصراحه كده يا انشراح، انا ارشدت اليهود عن واحد من الفدائيين المصريين وهم قبضوا عليه وكافئوني ب1000 دولار. وبعد لحظات صمت بسيطه كده ردت عليه وقالت له وباله كده كده كانوا هيمسكوه. فبص لها كده بنظرات خبيثه وقال لها يعني دي مش خيانه يا انشراح؟ قالت له ولا خيانه ولا حاجه، لو انت ما قلتش غيرك كان هيقول، ولو انت ما بلغتش غيرك كان هيبلغ وياخد ال1000 دولار. لا احنا اولى، وكويس انك بلغت. لما ردت عليه الرد ده بقى أثرت عليه المشوار، قال لها لا وخدي عندك كمان، دول ناس كرة معانا قوي، دول كل معلومة هنجيبها لهم هيدونا قصادها 200 دولار، ده غير ان كل شهر هناخد مرتب ثابت 1500 دولار، ده غير انهم هيدونا شقة في القاهرة وهنبقى جنب عيالنا ينشراح، وكده كده هنبقى في امان، ولا من شاف ولا من داري. وبعدين انا راجل مدني، لا ليا في العسكرية ولا ليا في الجيش، وكل المعلومات اللي هجيبها لهم هتكون من الشارع، يعني كل الناس عارفاها، يعني مفيش اي مسؤولية عليا. وقعد بقى يزن في دماغها زي الشيطان لحد ما قالت له خلاص انا موافقه ومعاك في كل حاجه، بس ليا شرط، اي معلومه هتجيبها اي جواب هتبعته لهم لازم اشوفه واقرا الاول. قال لها بس يا ست كده بسيطه خالص، اي حاجه هعملها هتكوني قبل مني فيها، ما احنا شركه في كل حاجه. ويوم 19 نوفمبر سنه 1967 كان اول نزول ابراهيم وانشراح للقاهره. راحوا في الاول قعدوا في شقه في حي المطريه، بعدها بشهرين اتنقلوا لشقه تانية في حي الاميريه. ومن ساعه ما حطوا رجلهم في حي الاميريه وبداوا شغلهم على بسيط على خفيف كده، بقت كل المعلومات يلموها من كل الناس اللي حواليهم في الحي، من قرايبهم من جيرانهم من معارفهم كده يعني. وكل ما يجمعوا كده كم معلومة يكتبوها بالحبر السري ويبعتوها على هناك. مع كل رسالة معلومات بيبعتوها كانت انشراح بتتعمد انها تكتب اسمها في رسالة، بتحاول تفهمهم ضمنيا كده انها شريكة معاهم في الشغل، علشان طبعا يخصصوا لها راتب شهري كل شهر، وعلشان طبعا محدش من اللي حواليهم يشك فيهم او في مصدر فلوسهم الكتير اللي ظهرت عليهم مرة واحدة. وكمان علشان يبرروا سفرياتهم الكتير اللي بيعملوها، فعملوا مشروع لتجارة الملابس والاجهزة الكهربائية المستوردة، يعني تقدر تقول كده كستار يتخفوا وراه ويخفوا كمان معاهم نشاطهم الغير شرعي. واستمروا على كده لحد شهر اغسطس سنة 1968، لحد ما جات لهم رسالة بضرورة السفر لروما. واول ما وصلوا لروما كان مندوب الموساد في استقبالهم، سلمهم هما الاثنين جوازين سفر، واحد باسم مشي عمر والتاني باسم دين عمر. استلموا الجوازات من هنا وطاروا على تل ابيب، ودي كانت اول زياره ليهم لتل ابيب. واول ما وصلوا هناك استقبلوهم استقبال الفاتحين، صارت كبار الزوار فيلا خياليه قعدوا فيها 8 ايام. طول الفتره دي تدربوهم تدريبات مكثفه على احدث وسائل التجسس، وبعد ما خلصوا التدريبات
وقبل ما يرجعوا القاهرة تم منحهم رتب عسكرية في الجيش الإسرائيلي. إبراهيم شاهين تم منحه رتبة رائد مشيع عمر، أما بالنسبة للانشراح فتم منحها رتبة ملازم أول دين عمر. بعدها رجعوا القاهرة وكملوا شغلهم على نطاق أوسع، وبعد ما كان الشغل مقتصر فقط على المنطقة المحيطة بيهم، لأ ده شغلهم دلوقتي كمان شمل كل محافظات مصر، بقوا كل يوم التاني في محافظة شكل، وحرفيا مفيش منطقة في مصر إلا وصوروها. يعني ابنهم اللي اسمه عادل واللي فيما بعد بقى اسمه رافي كان من فترة كده استضافوه في موقع القاهرة 24 وقال حرفا ونصا ولفظا: احنا تقريبا مفيش منطقة في مصر إلا وصورناها، وكل الصور دي كنا ناخدها ونبعتها على اسرائيل على طول. كانت التعليمات انهم ما يبعتوش اي معلومة ولا اي صورة الا كل 6 شهور، يجمعوا الافلام كلها ويحتفظوا بيها، وكل 6 شهور ليهم سفرية على هناك علشان يسلموا الافلام ويستلموا الفلوس. والمرة الوحيدة اللي كسروا فيها قاعدة الست شهور دي لما الاتنين تحصلوا على معلومة بان في قائد عسكري كبير هيزور منطقة نمر 6 او منطقة تبة الشجرة بالاسماعيلية. القائد العسكري الكبير هم ما كانوش عارفين شخصيته ولا كانوا عارفين مين اللي هيزور المنطقة دي، وعلشان معلومة زي دي وهمة جدا كسروا بقى قاعدة ال6 شهور وبلغوا الموساد، واللي كانت نتيجتها بعد كده هو استشهاد الفريق البطل الشهيد عبد المنعم رياض. وللعلم المعلومة دي عرفوها هم شخصيا من بعض مصادرهم، لكن ما عرفوهاش عن طريق ولادهم، لان في كلام كده ومعلومة قالت ان المعلومة دي عرفوها ولاد ابراهيم وانشراح من ولاد الفريق عبد المنعم رياض. والحقيقة ان الفريق عبد المنعم رياض ما عندوش اولاد لانه ما اتجوزش اساسا، لحد ما في يوم من الايام قرروا يصرحوا ولادهم. قالوا من الافضل بقى اننا نقول لهم علشان مفيش واحد يقول كلمه كده ولا كده لاي حد من زمايله في المدرسه يودونا في تهيه. وفعلا قعدوا مع اولادهم وحكوا لهم كل حاجه، قالوا لهم اللبس والفلوس والفسح دي كلها بسبب شغلنا وتعاوننا مع اصدقائنا اليهود، ولو عايزين تفضلوا بقى في نفس العيشه والمستوى ده مفيش واحد فيكم يفتح بقه بنص كلمه. والابشع من كده كمان انهم جندوا ولادهم، وبين يوم وليله تحولوا الاطفال لمجموعه جواسيس، وبقى كل واحد فيهم يعرف او يسمع معلومة يروح ينقلها لابوه او امه. وكمان بلغوا الموساد انهم جندوا ولادهم طبعا علشان يطلعوا بمصلحة زيادة من اليهود، وبقى لكل ولد فيهم مرتب شهري زي امه وابوه بالظبط. وفي مرة من المرات كانوا كلهم قاعدين في البيت بيتفرجوا على التلفزيون، اتعرض قدامهم فيلم عن قصة حياة جاسوس وانها انتهت بالاعدام. وقتها سادت حالة من الهدوء التام في البيت، بقى الكل قاعد بيترعش في مكانه، لدرجة ان ابراهيم شاهين نفسه اصيب بمرض شديد جدا، لا كان بيتكلم ولا كان بيتحرك. ساعتها انشراح قالت: لا لحد كده وكفاية، انا هسافر لهم وهقول لهم اننا عايزين نوقف الموضوع ده تماما. وبالفعل سافرت انشراح لروما، واول ما وصلت هناك قابلت ابو يعقوب، قالت له: بص بقى كفاية لحد كده، بصراحة احنا خايفين ومرعوبين وخايفين كمان لريحتنا تطلع ويتقبض علينا. وقبل ما تكمل كلامها كان ابو يعقوب عامل حسابه وبطلع لها ظرف الدولارات. هي شافت ظرف الدولارات من هنا ونسيت هي اصلا جاية تعمل ايه. وبعد ما كانت رايحة علشان يعتذروا الخيانة والجاسوسية، لا دي كمان راجعة بمهمات جديدة، واستكملت العيلة اعمال الخيانة اكتر واشرس من الاول، لحد ما جاء يوم الكرامة والانتصار للمصريين والعرب، ويوم الهزيمة والنكسة على دماغ اليهود. وفي عز ما كان كل المصريين فرحانين بالانتصار، كان هما بيتصلوا على سيادهم علشان يواسوهم في هزيمتهم. وفي شهر ابريل سنة 1974 جات لهم معلومات بالسفر لروما، ومن روما يطلعوا على أتينا، ومنها يدخلوا على تل أبيب. وبالفعل نفذوا التعليمات بالحرف الواحد، وأول ما وصلوا تل أبيب هناك كانت الأمور على صفيح ساخن. الكل كان بيسأل المصريين قدروا يعملوا كل ده ازاي، قدروا ينفذوا الحرب دي ازاي واحنا زارعين كل الجواسيس دي في بلدهم. وبعد اجتماع مطول لمدة ساعات قرر الموساد يدي الجاسوسين ابراهيم وانشراح احدث جهاز لاسلكي موجود في العالم، واللي وصل سعره وقتها ل100,000 دولار. وبعد ما تدربوا على الجهاز كويس جدا، رفض ابراهيم ان ياخد منهم الجهاز وينزل بيه على مصر. قال لهم الاجواء هناك ساخنه جدا والاوضاع غير مستقره، فانا هنزل الاول وانتوا بقى تصرفوا وبعتوا لنا الجهاز على مصر. فالموساد قال لهم: خلاص انزلوا انتوا دلوقتي على مصر، ويوم كذا هتروحوا على الكيلو 108 على طريق السويس، هتلاقوا هناك سور، جنب السور ده هتلاقوا عربية مقلوبة جنبها يافطة، تحتها مباشرة هتحفروا هتلاقوا الجهاز. وبالفعل في المكان والزمان المحددين راحوا ولقوا الجهاز موجود، اخدوا الجهاز ده وراحوا على البيت علشان يبعتوا منه اول رسالة يطمنوهم، ولكن تفاجئوا ان مفتاح التشغيل معطل ومش شغال. حاولوا مع الجهاز مرة واثنين وثلاثة ولكن مفيش اي فايدة، لحد ما جت انشراح وقالت: خلاص انا هسافر لهم وهجيب منهم مفتاح جديد. وبالفعل يوم 26 يونيو سنة 1974
74 سافرت انشراح على روما، ومن روما على أثينا، ومن أثينا على تل أبيب. شرحت له هناك اللي حصل، وفي نفس الوقت اللي انشراح فيه في إسرائيل بتجيب الجهاز. كان إبراهيم قاعد في البيت بيحاول مرات ومرات مع الجهاز، لحد بالفعل عارف إنه يبعت أول رسالة. الغريب في الموضوع ده إن عائلة الجواسيس دي بيشتغلوا على مدار 6 سنين، وما فيش أي ريحة أو أي معلومة طلعت منهم وصلت لجهاز المخابرات المصرية. كانوا شديد الحرص بشكل غير طبيعي، واللي خدمهم في الموضوع ده أكتر إن المعلومات ما كانوش بيبعتوها إلا كل 6 شهور مرة واحدة بس. ولكن بطبيعة الحال لكل خاين نهاية. مع أول رسالة تتبعت من الجهاز استطاعت المخابرات المصرية إنها تصدها. في الوقت ده مصر كانت امتلكت جهاز جديد روسي اسمه صائد الموجات. الجهاز ده كان عنده القدرة والاستطاعة انه يلتقط اي موجات او ذبذبات من اي جهاز ايا كانت تعقيده. وبمجرد ما المخابرات التقطت الموجات والاشارات دي عملت تمشيط كامل للمنطقة اللي صدرت منها الذبذبات، لحد ما قدرت في وقت قصير جدا انها تحدد مكان الارسال. ويوم 5 أغسطس سنة 1974 كانت قوة من جهاز المخابرات العامة واقفين على راس ابراهيم شاهين فوق سريره وقبضين عليه، واول كلمة نطقها وقالها قال انا غلطان وندمان وهعترف بكل حاجة. وبعد كده سحبوه على الجهاز علشان ياخدوا منه الاعترافات هناك على رواقه، وسابوا قوة من الجهاز قاعدين مع الاولاد في البيت اكلين شاربين نايمين مع الاولاد في البيت، طبعا علشان مفيش اي واحد من الاولاد يقوم باي تصرف ينبه بيه الام قبل ما توصل للقاهرة. يوم 24 أغسطس سنة 1974 شرفت بقى راس الافعى الكبيرة على القاهرة، واول ما وصلت للبيت حاست بحالة سكوت مرعب جدا، واول ما فتحت الباب كان رجال المخابرات العامة في استقبالها، واول جملة قالوها حمد لله على سلامتك يا مدام دينا، وتم القبض عليها في حالة تلبس. ومفاتيح الجهاز الجديدة موجودة جوه الشنطة ده كمان، بالإضافة لظرف موجود فيه آلاف الدولارات، وتم القبض عليهم والتحقيق معاهم. صدر الحكم عليهم يوم 25 نوفمبر سنة 1974. كان الحكم بالإعدام على إبراهيم شاهين وزوجته انشراح مرسي، والحكم بالسجن 5 سنوات على الابن الأكبر، وتم إحالة الولدين التانيين على محكمة الأحداث. ويوم 16 يناير سنة 1976 تم تنفيذ حكم الإعدام على الجاسوس إبراهيم سعيد شاهين. أما بالنسبة لانشراح مرسي بعد مدة حبس دامت 17 شهر كاملين، قدمت خلالهم أكتر من التماس لرئاسة الجمهورية، وبالفعل صدر أمر قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالعفو عنها. وبعد ما تم العفو عنها ظهرت الجاسوسة انشراح مرسي في لقاء تلفزيوني أعتقد كلنا شفناه مع الفنان سمير صبري. عايز أقول لكم بقى اللي كانت قدامكم دي في حالة استكانة وهي بتحاول تستعطف الناس وبتبدي التوبة وتقول أنا خلاص رجعت لربنا، عايز أقول لكم إن نفس الشخصية المسكينة اللي قدامكم دي فيما بعد قدرت انها تدخل اسرائيل، ومش بس خانت اهلها وبلدها دي كمان خانت دينها، وبعد كده اعتنقت اليهودية هي واولادها. وبعد انشراح مرسي بقت دينا بن ديفيد، واولادها الثلاثة كمان غيروا اسمائهم، عادل بقى اسمه رافي، ونبيل بقى اسمه يوسي، ومحمد بقى اسمه حييم، وراحوا كلهم عايشوا في اسرائيل. وكان عندها اعتقاد طبعا انهم هيتعاملوا معاملة الابطال، ولكن الحقيقة انهم اتداس عليهم بالجزم زي الحشرات. وبقت انشراح مرسي عاملة نظافة بتنظف دورات المياه عزكم الله، وحتى ولادها واحد منهم اشتغل جرسون في مطعم، والتاني اشتغل عامل نظافة، والتالت هو الوحيد فيهم اللي كمل تعليمه ووصل للجامعة وفيما بعد اتجوز. والولد اللي خلفه اللي هو حفيد انشراح اصبح ضابط في الجيش الاسرائيلي. الجاسوسة انشراح مرسي او الملازم دينا عمر او دينا بن ديفيد ايا كان اسمها، وبعد ما وصل سنها 84 سنة حاولت انها تبعت اكثر من التماس لرئاسة الجمهورية، وكل السلطات المصرية بتطلب منهم العفو انها ترجع علشان تموت في مصر، وكأن مصر بالنسبة لهم فقط مجرد مقبرة يدفنوا فيها، انما يخنوها عادي جدا، يضروا اهلها وناسها ويؤذوا كل اللي فيها برضو ما يضرش. وعايز اقول لكم ان كل الطلبات والالتماسات دي تم تجاهلها تماما ومحدش رد عليها خالص. وفي خلال الكام سنة اللي فاتوا ابنها اللي اسمه عادل واللي تحول فيما بعد لرافي حاول اكتر من مرة انه يقدم طلبات التماس للسلطات المصرية علشان يرجع مصر، ولكن برضو قبلت كل طلباته بالرفض والتجاهل التام. وللعلم رافي مات من فترة قريبة في شهر مايو سنة 2021. ولحد هنا تخلص حلقة النهاردة. رحمة الله على كل شهداءنا الأبطال، ولعنة الله على كل خائن لأرض وطنه. عاشت الأمة العربية وعاش الشعب المصري العظيم، وإلى اللقاء.